حيث تقدم اشتراكية كينظم اليوم هذا اللقاء حول الإعلام والديمقراطية في إطار اللقاءات الرمضانية اللي كنعقدوها كل خميس. هي مناسبة باش نوقفوا على هذه الأوضاع ديال الإعلام من جهة وديال الديمقراطية من جهة، ولكن لإخراج فكرة أساسية دائما وأبدا منذ حصول المغرب على الاستقلال كان هذان الفضاءان مرتبطان يعملان في اتجاه واحد، وهو تعميق الفضاء الديمقراطي وتعميق المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات والعمل من أجل تحسين الأوضاع العامة لوطننا ولشعبنا. وسواء تعلق الأمر باللحظات الحالكة اللي عرفها المغرب وعشنا آنذاك محن مشتركة في الفضائين السياسي والإعلامي، أو تعلق الأمر في بالفترة الأسعد اللي كان فيها انفتاح ديمقراطي وتحقيق مجموعة من المكتسبات، حققنا معا هذه المكتسبات سواء تعلق الأمر بالمكتسبات الحقوقية أو السياسية أو المكتسبات الإعلامية. ولكن اليوم نحن نعيش واحد الفترة اللي غريبة جدا اللي كتجعل بأنه هناك نوع من الركود، هناك إضافة إلى هذا الركود في المعركة الديمقراطية وفي التطور الإعلامي، هناك كذلك نوع من المواجهة التي بدأت تظهر بين الفضائين، وهذا الأمر غير سليم. أن يكون للإعلام دور في الانتقاد ذلك أمر أساسي ومطلوب، وأن يكون للفضاء السياسي دور أساسي في الاقتراح وفي النقد لمواجهة أوضاع معينة ولإصلاحها ذلك كذلك مطلوب من الفضاء السياسي. لكن اليوم علينا أن نفكر في علاقة المال بالإعلام وعلاقة المال بالسياسة، وفي ذلك تأثيرات سلبية كثيرة عشناها في المرحلة الأخيرة، ويتعين أن نعي بأنه إذا أردنا أن نطور هذا البلد وإذا أردنا أن نعمق الديمقراطية في بلادنا فلا مسار آخر صالح إلا أن نعمل معا، لأننا في غصن وفق غصن واحد، فضاء السياسي من جهة، فضاء الإعلامي من جهة. إذا تكسر أو انكسر هذا الغصن عمليا سيسقط لا الفضاء الإعلامي ولا الفضاء السياسي. ولذلك أردنا أن يكون لحزب التقدم الاشتراكية دور للوصول إلى تسطير أهداف وتصورات مشتركة بالنسبة لمستقبل الديمقراطية ولكن كذلك مستقبل